السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هعمل معاكم صينية سمك، إنما إيه، حاجة كده في منتهى الجمال، بدون بقى آلية ولا شوية، وهنعملها بجد بنقطتين زيت اتنين بس، أقل نسبة دهون ممكن تتخيليها. تنفع جدا للناس اللي بتعمل دايت، طلع طعمها كمان تحفة جدا. لما تجربيها إن شاء الله هتعتمديها وتعمليها دايما زي ما اتفقنا، بنقطتين زيت اتنين بس مع تتبيلة في منتهى الجمال والروعة. التتبيلة بتاعتنا هتخليكي تحبي السمك بجد. شايفين جمال السمك بتاعنا؟ وكمان منجزة جدا، اذا ما عندكيش وقت خالص ان انتي تقفي في المطبخ، هتعمليها في 5 دقايق بس وهتكون جاهزة. وداعا بقى للوقفة في المطبخ في الحر، وكمان الزيوت الكتير في الاكل. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو، ويلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة والمقادير. اهم حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول. كده معانا السمك بتاعنا منظفينه كويس، وكمان عاملين فيه فتحات في الظهر كده. السمك على حسب عدد افراد اسرتك، وكمان اي نوع سمك تفضليه. تمام، انا معايا هنا دقه جاهزه، ببقى اجهزها كده واحطها في الفريزر عندي، عباره عن توم وفلفل، يعني قريبه جدا لهريسه الشطه كده، بس بعملها بالفلفل الاخضر. تمام، بحط عليها نص معلقه من الكمون، وبعصر عليها ليمونتين، بتبقى ريحتها رهيبه. الدقه دي حلوه قوي لما تعمليها كده، تجهزيها عندك في برطمانين ثلاثه، تبقى حلوه جدا منجزه. احيانا بستخدمها في تتبيل البتنجان المقلي ويا السمك، يعني الدقات الجاهزه دي ما بنستغناش عنها. تمام، زي هريسه الشطه وكده. الدقه بتاعتي كده انا باخد منها على ايه، على قد الكميه بتاعتي، يعني ببقى مجهزاها وباخد منها على قد الكميه. تمام كده، هي طبعا بيبقى متظبط فيها الملح، انا بس بزودها شويه كمون وليمون. ببدا باخد السمك بتاعي واحده واحده كده، اي بتاكد كويس بعد ما بحط في البطن بتاعت السمك التتبيله بتاعتي ان السمك من بره من عند الفتحات اي متبلاه كمان عشان يتشربوا كده. تمام، من عند الفتحات كده، وببدا ان انا ايه اتبل السمك، واحاول ادخل كمان حشوه الفلفل جواه. زي ما قلت لكم قبل كده، انا بحب ايه يكون الفلفل خشن شويه، يعني بدق تومه ويا فلفل ويا ملح وتوابل، كزبره ايه ناشفه وكمون. تمام جدا بالشكل ده. حابه يكون الفلفل بتاعك حراق زي ما تحبي خالص بقى، يعني ايه الحاجه اللي تحبيها اعملي بيها. هي تتبيله بسيطه جدا وسهله، بس صراحه بتدي طعم حلو قوي للسمك، وبتعلي التست بتاع السمك بيبقى تحفه. تمام كده، بخلص بقى ايه كل التتبيل بتاع السمك. كمان حابه اقولك، لو عايزه تتخلصي من الزفاره بتاعه السمك وكده، اغسليه بدقيق وليمون، او كمان ممكن تغسليه بطحينه. تمام جدا، خلصت كده التتبيل بتاع السمك. اي بواقي تتبيله كده بوزعها ايه على السمك. معايا هنا خضار عباره عن طماطم كده مقطعاها جوانح، وكمان بصل جوانح، بحط عليها شوية صغيرين اللي اتبقى من التتبيلة، بحطه ويا ايه شوية صغيرين خالص من الخل. شايفين، قلبتهم ويا طبق بتاعي كده، نزلت باقي التتبيلة كلها. هقلب كده ويا الخضار مع بعضه. ممكن كمان تضيفي عليهم فلفل اخضر، بشر جزرة، شوية بطاطس، براحتك خالص. هنا زبطت الخضار بتاعي بشوية ملح مبهر دقة يعني، وزودت عليهم كمون. قلبهم بقى كده مع بعض كويس. لحد دلوقتي ما حطناش ولا نقطه زيت. تمام، ايه ده الليمون اللي انا كنت عصرته في دقه السمك، قشر الليمون حطه كده، بيديني يعني ايه ريحه حلوه لما السمك بيدخل الفرن كده، بيدي ريحه حلوه. حابه تضيفي شرايح ليمون تانية براحتك. تمام، يعني احنا كده ست البيت المصرية الأصيلة بتوفر في كل حاجة، والحاجات دي كمان بأمانة، يعني قشر الليمون ده بدي تستحل، ولو بتقلي في زيت بتحطيه في الزيت بيضيع ريحة الزفارة، لو بتحطيه السمك في صينية كده بنحطه كمان بيدينا ريحة حلوة. باخد شوية من التتبيلة بحطهم على صينية مش مدهونة زيت ولا أي حاجة خالص. تمام، وبفرد كده فرشة تحت السمك بسيطة.
تمام جدا زي ما قلت لك، حابه تزودي الخضار وتحطي شرايح بطاطس، ايه تبشري جزر، تحطي فلفل زي ما تحبي. انا هنا خدت بعد ما حطيت فرشه من الخضار تحت كده في الصينيه، وزعت السمك بتاعي اللي متبل وحلو ده، شايفين كله كده مع بعضه، ما خدتش مني دقايق. تمام، وبعدين بوزع عليها شويه من الخضار على السمك بتاعنا، بوزع شويه من الخضار، التتبيله بتاعتي فيها شويه سوائل من تحت كده، بوزعهم على وش السمك علشان يتشرب اكتر ويكون متبل وحلو قوي. تمام، بظبط كده الخضار بتاعي وبوزعه. تمام، بحاول كده احط في الفواصل ما بين كل سمكه والتانيه، تتبيله رهيبه يا جماعه. يعني اصلا شويه الخضار البسيط اللي احنا حطيناهم دول هيبقى طعمهم حلو قوي لما يتسوى ويا السمك. تمام جدا، جاهز معايا كده انه يدخل الفرن، لحد دلوقتي ولا نقطه زيت حطيناها. ممكن ان انت تدخليه كده بدون فعلا ولا نقطه زيت. تمام، بس انا بس حابه ايه احط نقط زيت بسيطه جدا، شايفين معايا بنقط كده خالص على السمك بتاعي علشان بس الوش بتاعه يكون بلمع شوية، صغيرين نقطتين زيت كده او نقطة زيت على كل سمكة. شايفين اصلا الازازة بتاعتي انا عاملة فيها ثقب بسيط جدا. جاهزة بقى تدخل معايا الفرن، بالظبط في الفرن 5 دقايق او 7 دقايق ويبقى معاكي احلى صينية سمك. بتدخل على فرن محمي مسبقا على درجة حرارة 200، تمام، وبتحطيها على الرف المباشر للنار على طول، بتستوي معاكي وبتلاقي بقى ايه الريحة كده مالية البيت كده ومفحفحة وحلوة اوي. شايفين جمال السمك ده؟ إيه كانت تاني تجربة ليا اعملها بالطريقة دي صراحة، من اول مرة عملتها ولادي وجوزي حبوها اوي. بيكون السمك خفيف كده ومش شارب زيوت ولا اي حاجة، وتتبيلة الخضار البسيطة اللي معاه دي بتخلي طعمه تحفة جدا. إيه وكمان ريحة السمك بتبقى حلوة اوي لما بتكون إيه طالعة من الفرن كده. بعمل جنبهم شوية رز ابيض، ليه رز ابيض؟ علشان شوية الخضار البسيط جدا ده بيطعم السمك وبخليه حلو قوي. تمام، اعملي اي نوع رز انت بتحبيه، على فكرة ينفع جدا معاه رز حباية وحباية، بيبقى طعمه تحفة جدا. عملته قبل كده معاكم في القناة صراحة، وكمان كانت نسبة مشاهدته حلوة جدا، عملته من زمان. ممكن اذا حبيته اعمله لكم تاني، او اسيب لكم اللينك في اسفل صندوق الوصف زي ما تحبوا خالص، قولولي في التعليقات وانا تحت امركم. تمام كده، تعملي جنبه اي نوع رز، ممكن كمان رز صيادية. تمام، بس الاطعم والاشك هيكون رز ابيض او رز حباية وحباية. شايفين جمال السمك بتاعنا؟ حاجة كده تحفة جدا، ريحة وطعم وشكل وجمال. وكمان في 5 دقايق بقى، ولا وقفنا في المطبخ كتير ولا الدنيا حر ولا السمك بيخلينا نقف كتير وكده، تحفة تحفة يا جماعة. شايفين الجمال؟ ان شاء الله ما تجربوها يعجبكم قوي قوي. وبالهنا اشوفكم الفيديو الجاي على خير، باي باي.